السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد. ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. هنعمل فيه الكبسه السعودي باللحمه الضاني. تمام، جبت اهم بولتين اهم، بديهم تشويحه كده، دبوسين ضاني. تمام، بديهم تشويحه كده. معانا هنا بصلايه ونص راس ثوم، دقيته بشويه ملح اهو، وطماطمايه متقطعه، وفلفل قرن، فلفل حار. نديها بقى تشويحه حلوه كده، وبعدين ننزل البصل، نحط لها شويه بهارات، ونسيبها تستوي. الملح ده في الاخر خالص، بس التشويحه دي مهمه جدا. تمام، انا هشوحها تشويحه كويسه وارجع لكم، انتظروني. وبعد ما بقت بالمنظر ده، ننزل عليها بالبصله والثوم. وبعدين نسقيها ميه بقى ونسيبها تستوي. تمام، نجيب هنا فصين مشفتة كده نتلفه. تمام، بعدين نسويها كده. فلفل اسود، لسه بهارات الكبسه متحطها دلوقتي، فلفل اسود بس. اتاكد بس ان المشكله دي صافت. الشوحة دي بقى مهمة جدا للحمة، لازم تخليها تبقى طرية كده وجوسي. الصدمة دي مهمة جدا للحمة عشان العصارة كلها تتحب الجوع. الشوحة دي مهمة جدا سواء كبسة أو غير كبسة. شوحة اللحمة دي مهمة جدا، أولا بتاخد اللون الذهبي الحلو ده، وفي نفس الوقت تبقى طرية اللحمة أكتر وقت عشان العصارة كلها بنحبسها جوه. نديها بس تشويحة كده صغيرة، وبعدين نحط لها مية عشان كده ايه تستوي، مش هنحط ملح ولا بهارات ولا أي حاجة، هحط بس شوية فلفل. لما أجي أحط الرز بحط بقى بهارات الصبح. تمام، أنا هزودها بقى مية وأسيبها تستوي وأرجع لكم بقى إيه وأنا بحط الرز. انتظروني وبعدكم انا بنزل الرز. مية وعلم فلفل اهم. تشويحة كده قبل ما نحط المية. قلنا فلفل ده حضرتك ما تكتروش منه من الاولاد. زودها ميه بقى ونسيبها تستوي. نغطيها، انا عندي غطا ونغطيها ونسيبها تستوي. نفكر نحط ميه سخنه بس يلا بقى مش مشكله، انتظروني بقى بالشكل النهائي. رجع لكم انا بحط الرز. بعد ما اللحمة استوت أو دخلت في السوا خلاص، هي قربة خلاص، هنحط لها بقى إيه البهارات بتاعة الكبسة معانا: فلفل أسود، جنزبيل، قرفة، بهارات كبسة، حبهان، ورق لورا، قرنفل. هنحط بقى هنا كده عشان اللحمة تاخد منه شوية طعم قبل ما ننزل بالرز. حبة حلوين كده، كل حاجة نص معلقة نص معلقة إلا بهارات الكبسة معلقة كبيرة. قرفة خشب
كاف باودر هنسيبها بقى شوية كده مثلا غلوتين ثلاثة كده، وبعدين نزود مية سخنة نتكتل ونحط الرز يستوي. هي اللحمة خلاص داخلة في السوا، بس هنخليها تشرب شوية من ايه البهارات دي. تمام، ممكن بقى نزود ملح دلوقتي عادي، شوية ملح كمان. حطيت ملح كمان كده. الرز البسمتي نقعناه نص ساعة وغسلناه وصفيناه. انتظروني بقى ارجع لكم انا بنزل الرز البسمتي. تمام، هو بس ناقصها الليمون اللي هو الناشف ده، بس للاسف بقى ما لقيتوش عندي الليمون اللي هو الناشف بتاع الكبسه ده. مش مشكله بقى، مستبعده خالص عادي جدا. انتظروني دلوقتي رجعت لكم بعد ما اللحمه استوت خلاص وزودت الميه بتاعت الرز. دول كوبايتين الرز اهم بسمتي، نقعتهم شويه وبعدين حطيت عليهم 3 معالق زيت وقلبتهم كده عشان الرز يطلع مفلفل. وهنحط بقى هنا دول كوبايتين، حطيت لهم 4 كوبايات ميه اهو. هنسيبه بقى يستوي، نرجع للتقليب النهائي. طبعا هنظبط الملح وكل حاجه، ظبط الملح وكل حاجه البهارات وكل حاجه. سيبه بقى يستوي ونرجع لكم في الشكل النهائي. مجرد ما يغلي كده هنوطي عليه، ننزل الرز تحت كده عشان يستوي. اول ما ياخد غلو هنوطي عليه بقى ونسيبه يستوي على النار هاديه. كوباية الرز البسمتي وبتاخد 2 كوباية ميه، فدول 2 كوبايتين، انا حطيتهم 4 كوبايات ميه. وانتظروني بقى في الشكل النهائي، سيبها تستوي ونرجع لكم. شايفين الدخان؟ شايفين الدخان؟ بصوا المنظر، فين الدخنة؟ سلطة خضراء، جرجير، فلفل حامي. عايزين بقى الفيديو ده يتعمل له لايك عشان يترفع. اللي شايفين كبسة سعودي، ألف هنا وشفا على حضراتكم، معاها سلطة خضراء وجرجير، وألف هنا وشفا على حضراتكم. لا تنسوش بقى تعملوا لنا اشتراك في القناة ولايك وشير. معكم مطبخ الهنا، بألف هنا وشفا على حضراتكم. وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة. الكبسة السعودي باللحمة الضاني، الموز الضاني. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا.